وحده سخفت في رمضان وهي ترضع، سمعت في الخطبة قال لك يحق عليها الدية 5 دراهم. راكم سمعتوني في هالكلام اللي قلت في الدرس، الحامل والمرضع، عقل عليهم وما مزوج، الحامل اللي حاملة والمرضع إذا خافتا على الجنين بالنسبة للحامل وعلى الرضيع بالنسبة للمرضع، إذا خافوا بإلا الضرر غادي يرجع على هذا الجنين ولا هذا الرضيع، كولي باش ذاك الجنين ما ينضرش، وباش ذاك الرضيع يصيب الحليب في الصدر، كاين اللي لو كان ما تاكلش ما ياكلش الحليب وراجلها ما يقدرش يشري كيكوز. مكمل وما عندوش البقرة ولا معزة اللي يحلبها ويرضع ذاك الوليين. ايوا كي غادي يدير؟ يموت الغلام، هذه نفس، والنفس مقدمة، والدين جاء لحفظ النفس. واش الدين ديالنا والعبادة ديالنا نقتلوا بها الناس؟ العبادة ديالنا باش نزيدوا نصحوا، قالك صوموا تصحوا، انت تصوم باش تقتل الولد؟ ربي سبحانه غاني باش يعذبنا، ربي شرع لنا العبادات باش نتقربوا ليه. فإذا كانت العبادة بالنسبة لبعض الناس يضرهم ولا يضر ولادهم ياكلوا، واسمو الدين هذا المرضع؟ واسمو الدين؟ واسمو الدين هذا المرضع؟ واسمو تاكل وتشرب كل نهار تطعم مسكين، هي قالت 5 دراهم، انا نقول لها المهم على حساب المعيشه ديالك، الا انت الميده ديالك تبارك الله كتجي تاكلي فيها الكفته والكبده والكلوه والكرشه، خاصك تاكلي مزيان. وإلا كان غير ديري غير اتاي وزيت الزيتون، ديري 100 دورو 70 دورو نص يطرو عليه و 30 دورو خبزه 100 دورو فطرات. صحيح انت تبارك الله تاكلي تمايا في الميده 200,000، ديري 5,000. اما المغاربه وزاره الاوقاف شحال دار؟ ما جاش شحال 60 دورو 60 دورو ما جيبش تروح عليه، شو تروح عليه 70 دورو 60 دورو واش تشري 4 ديال الزيتونات غادي توكلي بوج ليمون؟ شو غادي توكلي؟ توكلي النمله؟ هذا بنادم يخص تشبعوا الله يهديكم. هذا هو المجالس العلميه مسكر، شوفوا غير في السنه في الشهر بنادم الله يهنيه الى مات.